30 قتيلا هم 26 فلسطينيا وكتائبيا ومواطنان في حادثين فصل بينهما فارق زمني. حصيلة هذا اليوم الطويل 56 جثة و300 مقتول وانتشار المسلحين في كل مكان. مجددا نحن معكم. نعم حصل بعض حوادث مؤسفة. قوات الأمن تعمل على توقيف الفاعلين وإعادة الحياة الطبيعية مثل العادي وإحالة الفاعلين على الخطا. على صعيد السير غير طبيعي بجميع المناطق مثل وبيروت والضواحي. سيطر الرصاص والقصف والانفجارات. الطمأنينة مثل ما كانت يتمدد هالقلق لأكثر من اللازم. فتعرضت المواقع العسكرية لهجمات. هلا عودة إلى الاستوديو ومتابعة فترة البث المباشر. الآليات المنحركة وتصاعد القتال بعنف في كل المحاور. وفي ساعة متقدمة جرت المواطنين مدعوين بدافع وطني بالمؤاخرة لتروي الأجواء لأن البلد مثل ما بنعرف كلنا يجب الراحة والاستقرار. لذلك كل واحد من المواطنين هو عنصر من عناصر قوى الأمن. وصليمة وصليمة امتدادا إلى ترشيش وحزبة والكنيسي. وتواصل القصف نحو ساعتين ثم اندلعت المعارك.